محكم كرة سلة، جوزة مصري تونسية الأصل من منطقة اسمها إيه؟ المنستير من الساحل. المنستير من الساحل. طب أنا عاوز أعرف بقى عادات التوانسة في الجواز في المنستير، ومزجتيها إزاي مع عاداتنا المصريين وأنت جوزك مصري؟ يعني احكي لنا عن عادات الجواز في المنستير. والله هي أول حاجة بعيد عن الموضوع هذايا، نحب نهني تونس بعيد الجمهورية اليوم. طبعا ونهني الشعب التونسي بطبيعة. تهنئة طبعا كل أهل تونس. سنة وأنتم طيبين دايما. شكرا. عايشك طيبة، وهذا الدليل أهو. الله الله الله، كان في انتخابات امبارح لسه. ألف مبروك. الحاجة الباهية الحلوة في المنستير بالذات انه مازلنا محافظين على عادات وتقاليد كانوا اجدادنا وامهاتنا يطبقوا فيها، مازالوا يطبقوا فيها علينا احنا. اللي هي الفرح، يعني عندنا ما يدومش يوم او يومين. من اول ما العريس قرر يروح يتقدم بقى للعروسة. انا جهزت نفسيا يعني للحاجات اللي باش يلقاها مختلفة، لانه الفرح كما قلت لك عندنا يدوم ايام. ما بين الحنة والحنة العريس ويعني يوم الفرح وكل. لا قبل الفرح يدخل جايب ايه معاه، يعني يوم ما بيتقدم. يوم ما بيتقدم يعني الخطوبة. يعني بصراحة احنا عملنا فرح ديريكت، يعني ما حصلش خطوبة. لكن مش بشكل عام لازم يجيب حاجة حلوة ولا يجيب ذهب ويروح يتقدم ولا بيتكلم على تونس العادات والتقاليد التونسية على قديمه يعني. ايوه بالضبط. يعني مثلا في الخطوبة اللي هو الخطيب يجيب تورتة كيك على قد المناسبة. يعني ساعات تبدأ يعني خطوبة موسعة أو خطوبة ضيقة يعني على قد العائلة. فما عادة زادة حلوة ياسر مازلت عنا اللي هو يجيب. لا 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 بالراحة. أيوة دي المشكلة، أنا مش عارفة هحكي مصري ولا أحكي مصري عشان نفهم. يعني الحاجة الحلوة في اللي مازالوا محافظين عليها توا، اللي هما مازالوا يجيبوا الحلويات التقليدية. الحلويات التونسية الأصيلة يعني. ويجيبوا الفاكهة عشان يتقدم بحلويات وفاكهة. حلويات وفاكهة. أنا عايزك تدخلي بقى على المفيد بالنسبة للعروسة وأهل العروسة، المهر والشبكة. عندكم قايمة تكتبوا قايمة؟ لا ما عندناش كلام من ده. كده داخلين على الطلاق. المهر والشبكة هل بيبقى فيها شكل بيبقى لها شكل مختلف يا سماح؟ لا بس بعض احنا بعض المهر والشبكة هدايا للعروسة. هنرجع لحضرتك يا استاذة نور. ده بيختلف من منطقة لمنطقة. ايوه نفس الكلام. ماشي. وحسب العائلة، في ناس متشددة يعني الشروط دي ما تغيرهاش، وفي ناس لا حسب امكانيات العريس وكده. بحب التفاهم يعني بينهم. بس انا المنطقه اللي جايه منها يعني لسه محافظين عليها. في طقوس معينه لسه بيعملوها. هل البنات بتجيب حاجه في البيت؟ طبعا. بيشاركوا بعض. في العفش بقول لها يعني من منطقه لمنطقه بتختلف. انا من الشمال يعني بنجيب الجهاز بتاع العروسه ده اللي هو يعني لبسها. الاجهزه الكهربائيه. طولنا صور يا جماعه كده واحنا بنسمع ضيوفنا. السجادات بتساعد يعني، ما تجيش يعني بس بهدومها. بيساعدوا. انا شايفه استاذه نوره متحفزه على حكايه ان البنات بتساعد. لا بتساعد بس مش فرض. العريس عمره ما يفرض. كان هي في احبه تجيب مكياجها لبسها تجيب، ما تجيبش هو الراجل يعمل كل شيء. ده الموضوع اكبر من مكياجها ولبسها. احنا بنتكلم على مشاركه في الاثاث بتاع البيت في الاجهزه الكهربائيه. على الراجل بالمفاهمه ما بين بعض. في صوره ما اذا هو فقير وفقير ويحبوا بعض ممكن يساعدوا بعض. هذه اما في الاساس الراجل هو اللي بيته. هي تجيب لبسها مكياجها وما فيش فرض. الراجل الام تقول لا انت تجيب هذيك تجيب. لا لا لا، هو ان شاء الله ولد الباشا وهي بنت الفقير حابها خلاص. عندنا التواضع في الزواج حاجه خلق العاده. ومن تواضع لله قد رفعه. صحيح. ما فهمناش انتوا حليتوها. انتوا قلتوا كده لا هو مجبر يجيب حاجات معينه ولا هو مجبر ولا هي مجبره تشارك معاه.